اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، معنا مسكمين من نماذج تحدي العقل. صديقتنا الجميله روما بترعاها سقايا بقوه عزيمتها، تتحدى العقل وبتواجهها بكل شجاعه باستخدام الطرف الصناعي. بتعيش صديقتنا الجميله حياتها صعوبات كتير والام كتير وتحديات كتير بتقابلها صديقتنا الجميله، لكنها بقوه ارادتها وعزيمتها تتغلب عليها وبتواجهها بكل شجاعة وعزيمة وسرور. صديقتنا الجميلة تثبت لنا إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليس جسد، وإن أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على مواجهة كل الصعوبات والتحديات، قادرين على مواجهة الإعاقة بكل شجاعة وعزيمة وسرور. هدفنا إن احنا نغير نظرة المجتمع للمرأة ذوي الإرادة، ونوضح الصعوبات والتحديات اللي بيواجهوها، وازاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيقدروا يتغلبوا عليها، علشان يكونوا نماذج ملهمة ويغيروا نظرة المجتمع تجاه المرأة ذوي الإعاقة. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية اللي رفضت الإسلام للإعاقة ورفع راية الهزيمة وقدرت بقوة إرادتها وعزيمتها تتحدى الإعاقة وتواجهها بكل شجاعة باستخدام عكازات أو باستخدام الطرف الصناعي. بتقدر صديقتنا الجميلة تتغلب على كل صعب رغم التحديات الكتير اللي بتقابلها صديقتنا الجميلة بسبب استخدام الطرف الصناعي، إلا إنها نموذج جميل للمرأة القوية اللي رفضت الإسلام لليأس ورفع راية الهزيمة